تم توقيف مجموعة إجرامية متكونة من 10 أشخاص من بينهم امرأة بحي 1600 مسكن و300 مسكن قصيدار بالسبالة بلدية الضرارية، وحجز 5040 قرص مهلوس مختلف الأنواع وكمية من المخدرات كيف معالج بوزن 150 غرام ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة مقدر ب 38,000 دينار جزائري، وحجز سيارة نوع سيات ليو. بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق سيتم تقديم المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية تكوين جمعية أشرار الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة والمخدرات، الإخلال بالنظام العام، زرع الرعب والذعر في وسط الحي، وفرض الزعامة انتهاك حرمة منزل